فوالا البنات، السلام عليكم. جينا للسبيطار المستشفى للناس اللي ما عندهمش، اللي كيجي يزورهم الناس اللي ما عندهمش، اللي كيجي يزورهم. ها انتوما كتشوفوهم، قعدكم ويلي بال هنا في المستشفى. هنا في المستشفى باش يجعلوا واحد راحة للناس، باش ما يحسوش بنفسهم راهم في السبيطار. انتم هاد الناس كلهم في السبيطار، هانتوما باش الناس ما يحسوش بنفسهم بين ما راهم في المستشفى. هادي مستشفى البنات، سبيطار، ديري ليهم يعني حفلة. غزالة البنات، هادشي شوفوا الناس كيفاش، شوفوا دار العجزة. البنات، انا هنا في دار، في لوبيتال، في دار العجزه، جينا نزورو شي حد. الا خلاوني نفيلمي لداخل غنفيلمي لكم، ما خلاونيش غادي نحاول باش ما كان. بقاو معايا، شوفوا المستشفى. الوغ البنات، هذه المستشفى، احنا لحقنا لا شومبر ديال السيده، ها هي هي، ولكن احتراما ليها ما غاديش ندخل نفيلمي. فوالا،
ولا البنات دار العجازة، هانتوما كتشوفوا في الفراش ديالهم لاباي. غادي نقاسم معاكم الجريدة، شوفوا الجريدة. فوالا جينا عند واحد السيدة كيجي عندها حتى حد، ومرا كبيرة، وكنحاولوا نشوفوا كنعملوا حتى يعني الا قدر الله شي حاجة تمشي يعني الأرض الوطن اللي كنحلموا بها حيين ولا ميتين. فوالا البنات دار العجازة، فوالا البنات حنا خرجنا من دار العجازة. تنتمنى هاد الفيديو تعملوا ليها لو بارطاج، وتمشيو تسقسيو في الناس اللي ما عندهمش اللي كيزورهم، وتسقسيو في الناس اللي ما عندهمش العائلة ديالهم. عندكم حسنة وعندكم أجر، خديتها من الوقت ديال الخدمة ديالي والجمعية ديالتي، جينا باش جوج ديال الناس اللي هما يعني مسلمين كان نوانسوهم، كان ضحكوا معاهم، كان جعلوا لهم البسمة في وجههم. هاد الشيء كل شيء كيتزاد لكم في ميزان حسناتكم. كنقول لكم جو فوز امبراسي، جو فو دي بيانتو على بروشان فيديو. لو بارتاج لو بارتاج، ودعيو مع هاد الناس اللي هما ما عندهم حتى حد، عندهم الله سبحانه وتعالى. كانوا صغار بحالنا وخدموا وتعبوا، ومن بعد الوليدات مشاو والحياة تبدلات والجنحين تكسروا والكبر خدا بلاصتو، وما بقى لهم غير الناس اللي هما بحالنا يجيو يطلعوا عليهم، والدعوات ديالكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.